خوتي خوتاتي، ها واحد، السلام عليكم. كيف نتوما؟ مزيانين؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا بخير وعلى خير. عيت طنجي كيف ما موعدكم ديما بالهموس، فهاد الهمزه جات خصيصا للناس اللي ما فيها ما تفرج، ما فيها ما تصلح، بغات ابارتمون واجده، غادي تجيب غير الباليزه ديالها وغادي تجي تسكن في طنجه. هاد الابارتمون هذه كيف ما كتشوفوا مع الدخله راها عامره اصلاحات، فيها بزاف ديال الحوايج اللي دخلاتهم مولات لابارتمون في الشقه من بعد، وغادي نديطيو لكم كل شيء. هاد لابارتمون هادي فين جات؟ هاد لابارتمون راه جات في مجمع بيتي سكن. الناس اللي ما كيعرفوش هاد المجمع هذا، واخا راه كاع لي زابارتمون اللي حطينا هنا كيمشيو لنا بالزربه، هاد لابارتمون هادي بمجمع ديال بيتي سكن راه جا في الظهر ديال المجمع الحسني اللي جا في طريق رباط طنجة. شنو اللي قريب لكم؟ قريب لكم المحطة جديدة، قريب لكم مجمع الحسني حتى هو كيبقى قريب خلف هذا الطريق، قريب لكم ملعب الكرة، قريب لكم القرية الرياضية اللي غادي تشن جديدة اللي فيها المسبح الأولمبي، فيها ملعب التنس، وفيها بزاف ديال المرافق ديال الرياضة اللي غادي تقدر تستغلها هنا وليداتك. وعاد قريب لكم المحطة جديدة، قريب لكم بحر سيدي قاسم، قريب لكم حتى البحر ديال أشقار. مع الدخلة راكم سمعتوني، هاد لابارتمون مصلوحة وكتسبع بالفراش اللي فيها، يعني شحال من حاجة غادي تبقى وشحال من حاجة ما غاديش تبقى. غادي نديطاي لكم شنو اللي غادي يبقى وشنو لا في هاد لابارتمون هادي اللي فيها 67 متر، حتى الإيطاج السابع وفيها لاسانسور. مع الدخله اين فوا كتفتح الباب كيتصادف معاك هذا الصالون هذا، يعني اين فوا كتفتح كتلقى هذا الصالون. هذا الصالون هذا راه غادي يبقى بالتفريشه ديالو، بالطابله ديالو، بجوج ديال الكوانات. يعني هذا لابارتمون كتباع كتباع بالفراش عفوا، ما كتباعش خاويه نهائيا. فيها 67 متر. مع الدخله كيف ما شفتوا فيها هذا الصالون هذا الكلاس الانيق اللي جاء مع الدخله ديال الباب. الصالون كيف ما شفتوا راه كبير واسع تبارك الله، الدوره ديالو راه كبير، والاصلاحات اللي دخلت مولات لابارتمون عملات هذه النوعيه هذه ديال القبص اللي هي حسبيه، وعندك كتمثل التراث المغربي ديالنا بهذه الزواقه هذه وهذا النقش هذا. اختارت هذا الاتجاه انها تعمل هذا البابي بان اللي كيعطي انطباع انه ديال الحجر، عملاته من الحيط حتى الحيط، يعني ديكور غزال صراحه الله. اما في الاتجاه المقابل راه عملات هذه الصباغه، هذه الصباغه انا جاتني حرجه، هي ماشي خيال وماشي الياقوت، بالحق صباغه جديده كتشبه الياقوت وكتشبه الخيال. يعني الناس ذوي الاختصاص يعاونوا لنا في لي كومونتير باش حتى الناس اللي مثلا عجباتو هذه النوعيه هذه الصباغه وبغى يديرها في الدار ديالو يلقى في لي كومونتير شمن النوعيه، وهكا كنكونوا عاوننا الناس اللي كيبغيو يصلحوا الشقه ديالهم. هنايا في يعني في التفريقه اللي فرقات ما بين الصالون والكولوار عملات هذا، راه قبص هذا ماشي خشب، غير هو عملات ليه هاد الصباغه هذه اللي كيعطيكم انطباع انه ديال الخشب. ومن الحوايج اللي ما غاديش يبقاو في لابارتمون عندك هاد الفيترين هذه، راه ما غاديش تبقى، يعني في هاد الشيء كامل اللي فيها والفيترينه ما غاديش تبقى. من نتوما غادي تقدروا مثلا تاخذوا فكره وتعوضوها بفيترينه بحال هذه، تعملوا هنايا القنصله ديال الصبابط على حسابكم نتوما وشنو غادي تبغيو تخليو في هاد الجهه هذه. ومن الحوايج اللي ما غاديش يبقاو في لابارتمون هاد الطبيله هذه ما غاديش تبقى، راكم عارفين الحجم اللي كتكون كادو وكتكون عزيزه فصعيب الواحد ما يبيعهاش ولو بمال الدنيا كامل. وهذه التلفازه هادي حتى هي ما غاديش تبقى، منتوما هنا عندكم لانستالاسيون يعني تقدروا تعملوا التلفازه هنا اللي غادي تبقى لكم مع الصالون. من بعد ما شفنا الدخله ديال الدار غادي نذكروا لكم بان حتى الارضيه كامله عامله ليها هذه النوعيه هذه ديال الزليج. هذا راه ماشي باركي، هذا النوع ديال الزليج اللي كيعطيكم انطباع انه باركي ديال الخشب. مع الدخله كيف ما شفتوا كاين الدخله ديال الدار والصالون، وهنا كتبقى لابارتي بريفي اللي جمعها الكوزينه، جوج بيوت النعاس والحمام. دابا غادي نخلي فاتي تمشي تشوف الحمام هو الاول، يعني الحمام نورمالمون راه كانت المساحه ديالو صغر من هكا، مي هما اختاروا انهم ياخذوا من المساحه ديال السيجور اللي وريتكم مع الدخله باش قدروا يكبروا فيه وعملوا حمام ضاير. هيا فاتي باقا غتكمل لكم الدوره وغتوريكم الحمام، يعني نورمالمون هو كان غير هاد لافابو مع التواليت والمساحه صغيره، مي هي اختارت انها دير هاد البلاكارات الفوق، واختارت هذه المساحه هذه ديال الدوشه خداتها من السيجور، يعني دخلت واحد المساحه من السيجور ودخلتها في الحمام. يعني كيف ما قلت لكم ابارتمون مصلوحه معاوده كامله 100%، يعني ما عندك ما تصلح فيها، ما عندك ما تخسر فيها، من نهارك جيب حويجاتك وجيب وليداتك ومرحبا بكم في طنجه.
لابارتمون كيف ما قلت لكم فيها 67 متر في الايطاج السابع، عماره فيها لي كاميرا سيرفيونس محروسه، مجمع بيتي سكن معروف هنايا في طنجه. وكيف ما شفتوا المساحه ديال الشقه، اذا شفتوا من النظره راه غادي تبان لكم باين لكم اكثر من 67. علاش؟ حيت مولات لابارتمون دخلات بزاف ديال الاصلاحات، دخلات البالكون، دخلات كل ورا، يعني دخلات بزاف ديال المساحات قدرات انهم تستغلها في الكوزينه ديالها. بحال هذه الكوزينه هذه راها اكبر كوزينه كاينه في مجمع بيتي سكن، المساحه ديالها جاتني كبيره بزاف، قدرت انها تستغل المساحه اللي عندها زايده ودخلاتها في الكوزينه. اختارت انها تعمل هاد البلاكارات هادو ديال الام دي اف، كنظن ماشي ديال الخشب، كنظن هاد البلاكارات ديال الام دي اف هنايا عملاتهم. واخترت انها تدور لورنيه من الطرف حتى للطرف. باقين جدادين، ها هي فاتي كتوريكم يعني داكشي بحال نتوما واقفين هنايا، البلاكارات راه باقين جداد. اخترت انها تعمل هاد اللورنيه هادي، يعني الكوزينه راه كتمشي بكلشي ديالها، كتمشي معها حتى الماكينه ديال التصبين. هاد النوعيه هي صورتكم فاتي. وحتى الروبيني راه اخترت انها تعمل دوك الروبينيات اللي كيمكن لك تحكمي فيه بسهوله، تغسلي هنايا، تغسلي هنا، تكون عندك شي طنجره كبيره، يعني الروبينيات اللي ولاو جدادين. كوزينه صراحه الله مصلوحه 100% الاصلاح متقون. واخترت انها توسع الكوزينه وعملت هنايا لاهوط بالبوطه ديالها. هادو قالت لك باقي جدادين، حتى هذاك باقي جديد. الله يعلم اللي عندك الصحه فاتي. فاتي عندك معنا دقيقه كتشوف الحاجه وكتحاول تعطي الناس اطاق الحوايج. وهنايا كاينه البوطه بربعه ديال الكوانن، وراه المساحه ديال الكوزينه فاتي انا حمقتني كبراتها الصراحه الله، خلات الطاقه اللي كتطلع على الكلوار من برا، و يعني اختارت انها تخليها المساحه ديالها كبيره. من الحوايج ملي ما غاديش يبقى، ما غتبقاش هاد الطبله الكراسه ديالها، وما غتبقاش هذيك الفيترينه. انا قلت لكم الحوايج اللي كادو راه ما كيمشيوش، اللي كيكون عزيزين عنه صاحب الشقه. ودابا من بعد ما شفنا الكوزينه باقي لنا بيت نعاس الاولاني والثاني. نخلي فاتي تصور لكم المساحه ديال بيت نعاس الاولاني اللي هي مساحه كبيره صراحه الله. اختاروا انهم يعملوا فيه كاما ديال جوج ناس، عاملين ماريو من الطرف حتى للطرف، يعني الكاما والماريو هادو راه غادي يبقى في هذا البيت نعاس هذا صراحه الله. يعني لا شومبر كبيره غير هي حيت عامله ماريو كبير وعريض عليها، يعني واخد من المساحه ديال الغرفه. وهنايا هذا راه ما غاديش يبقى، هذا تا هو الماريو ديال الكتوبه، غادي يمشي بالكتوبه ديالو اللي باغي الكتوبه، ما غيبقاوش الكتوبه. وهذا الماريو هذا كنظن غادي تقدر تخلي، ديك الساعه كنتاكد لكم من هذا واش غادي يبقى ولا لا. المهم هذا البيت راه فيه ماريو كيف ما وراتكم فاتي من الطرف حتى للطرف، وحتى هو فيه النوعيه ديال الصباغه بحال اللي كاينه في الصالون، وفيه نفس النوعيه ديال الزليج اللي كاينه في الدار كامله. الغرفه الاولى حنا شفناها، دابا غادي نمشيو باقي لنا الغرفه الثانيه اللي فيها واحد البالكون غزال كيفاجئ على القلب. الكلوار اللي كيدي البيت النعاس الثاني هو هذا الكلوار، حتى هو واسع. هي عملات ماكينيه بيترين، هذيك ما غتبقاش، تقدروا نتوما تستغلوا المساحه بحال اللي استغلتها هي. وعاد هنا عندكم بيت ديال الكلاص، هذا البيت هذا حتى هو غادي يبقى كل شيء ديالو، يعني بكتاره بالكوكيته ديالو بالتلفازه ديالو، هذا الشيء كامل اللي كتوريه لكم فاتي راه كامل غادي يبقى. حتى من هاد التلفازه هادي راه غادي تبقى في هاد لاشومبر هادي. هاد البيت هذا عاود اختارت انه تعمل ليه العنبره، يعني ما عملت ليهش نفس السيل ديال لاشومبر الاولانيه. وصراحه الله كل شومبر عندها طابع خاص وعندها زواق ديالها الخاص. اختارت انها تعمل هاد الطيقان هادو ديال الالومنيوم اللي كيتفتحوا كاملين باش كيدخلوا لك الشميسه وكيدخلوا لك اضاءه للغرفه ديالك. وعاد كاين البالكون، كاين البالكون، هذا البالكون هذا راه لاكسي ديالو كاين من هذا البيت هذا، وعنده حتى الطاقه ديال الصالون كتطلع على البالكون. البالكون المساحه ديالو معتبره، وراه جايب الحديد من الفوق حتى لتحت كيطلع على وسط المجمع ديال بيتي سكن كامل. انا غنخلي فاتي تضرب لكم دويره في لابارتمون، وانا غادي نفكركم بالموقع ديال هاد الشقه هذه اللي كيف ما قلت لكم جات في مجمع بيتي سكن. مجمع بيتي سكن معروف هنايا في طنجه، جا في الظهر ديال المجمع الحسني. شنو قريب لكم هنايا؟ قريب لكم محطه جديده، قريب لكم مرجان، قريب لكم المركب الرياضي اللي فيه المسبح الاولمبي وفيه الملعب ديال التنس وملعب ديال الكره، قريب لكم ملعب الكره بنبطوطه، قريب لكم بزاف المرافق العموميه. عندكم الطريق اللي كتدي من جهه المحطه الجديده، عندكم الطريق اللي كتهبط لكم من جهه ديال طريق الرباط اولا شارع الجيش الملكي، قريب لكم سيتي كلوب. هاد المرافق كامله راها قريبه لكم. هاد لابارتمون راه فيها
67 متر. من نهار اللي غادي تجيو تشوفوها ان شاء الله غادي تبان لكم بان المساحه ديالها كثر. علاش؟ حيت دخلات لي بالكون، دخلات لي كولوار، يعني قدرت انها تزيد المساحات لا في الحمام ولا في الكوزينه، يعني دخلات بزاف ديال المساحات، دخلاتهم في الشقه هنايا فيها 67 متر كتباع بالفراش. ورانا ذكرت لكم شنو الحاجه اللي غادي تبقى في الفراش وشنو الحاجه اللي ما غاديش تبقى. هاد لابارتمون الثمن ديالها المفاجاه 59 مليون سنتيم فقط. بهذا الشيء كامل اللي شفتوا فيها كتديوها عامره اصلاحات، فيها الفراش باقي جديد باقي ما استعملش، وابارتمون فريجه صراحه الله جات عاليه، الشميسه كتدخلكم والاضاءه كتدخلكم. ونسيت ما قلت لكم شيء، جوج ديال الواجهات، يعني الواجهه اللي على الشارع والواجهه اللي على الداخل، يعني ملي كتفتح الطيقان راه الكولوندر والهواء كيدور لكم في وسط لابارتمون. الثمن ديالها بالدرهم 590 الف درهم مغربي، بس بالنسبه للناس اللي كتبغي تبدل العمله ديالها. عجبتكم سهله، تواصلوا معنا في الارقام اللي كاينين في اعلى الشاشه، عطيونا الريفيرونس الرقم اللي كاين في اعلى الشاشه باش نعرفوكم بغيتوا تشوفوا او تفيزيتيو او تعرفنا تغيزيرفيو هاد لافارتومون هادي اللي الثمن ديالها همزه. نتوما غير تواصلوا معنا وان شاء الله ما يكون غير الخير. وبالنسبه للناس اللي كيبغيو حتى شي همزه ما تفلت ليهم، راه كاينه لاباج انستغرام غتلقاو كارتيغ ديكرون ديالها هنايا، دخلوا تابوناو معنا شوفوا الفيديوهات. بغيتو تشوفوا الفيديو كامل دخلوا علينا في واتساب، بغيتو تبيزيتيو غير من خلال دوك المقاطع نتوما غير تواصلوا معنا، خليو لنا ميساج باش